اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم عن الكوكتيل وناتج تزاوج الكوكتيل، وتحديدا طفره الايزابيل. هنشوف ذكر ايزابيل ايه ناتج تزاوجه من باقي طفرات الكوكتيل، مع العلم ان طفره الايزابيل معظم ناتج تزاوجها هتلاقي الاناث ايزابيل، ولذلك دايما الطفره ديت بيكون موجوده بنسبه 90% بتكون اناث. ولكن في الفيديو ده هنتكلم عن الذكور منها وناتج تزاوجها من باقي طفرات الكوكتيل. مش هطول عليك في المقدمة، يلا بينا نبدأ الفيديو. هنبدأ بأول جوازة معانا ونشوف ناتج تزاوج كوكتيل ايزابيل، إذا كان الذكر ايزابيل والأنثى ايزابيل، بمعنى إن الذكر والأنثى نفس الطفرة ايزابيل كبار شغالين. تعال نشوف ناتج تزاوج الجوازة ديت هيكون ايه. الانتاج في الحالة ديت هيكون عبارة عن ذكور وإناث. الذكور هتكون إيزابيل والإناث هتكون إيزابيل، بمعنى إن الانتاج هيكون بنسبة 100% إيزابيل، ودي أسهل طريقة عشان تنتج ذكور وإناث إيزابيل، إن يكون الذكر والأنثى نفس نوع الطفرة، وده في أي طفرة مش في طفرة الإيزابيل بس. تعال نشوف جوازة جديدة وناتج تزاوج جديد. في جواز رقم 2 نشوف ناتج تزاوج كوكتيل ايزابيل، اذا كان الذكر ايزابيل والانثى رمادي او حبشي. تعال نشوف في الجوازه ديت ناتج التزاوج هيكون شكله ايه. والانتاج هيكون عباره عن ذكور واناث. الذكور هتكون رمادي اسبلت ايزابيل، والاناث هتكون ايزابيل. وكلمة إسبلت هنا معناها إن الطائر بيحمل صفة لا تظهر عليه ولكن تظهر على أبنائه. فالطائر الرمادي دوت هيكون حامل لصفة الإيزابيل، فلما تيجي بعد كده تاخد الناتج دوت وتجوزه هيظهر في إنتاجه إيزابيل. فدوت شرح لمعنى كلمة إسبلت. وعشان كده دايما بنقول لو أنت عايز تجيب طائر إسبلت لطفرة تانية، يفضل اللي أنت تجيبه من حد يكون مضمون، علشان تكون ضامن إن الطائر ده فعلا إسبلت للطفرة اللي أنت عايز تنتجها، لأن مش هيكون ظاهر عليه أي علامة تدل إن هو إسبلت للطفرة ديت غير بمشاهدة إنتاجه أو لما تشوف الإنتاج اللي هو هينتجه. فدي كان ناتج تزاوج رقم 2 معانا. تعال نشوف ناتج تزاوج جديد ونشوف الناتج هيكون ايه. ده شكل الكوكتيل الحبشي علشان تكون قادر تتعرف عليه في الكوكتيل. ناتج تزاوج كوكتيل ايزابيل، ودي جوازة رقم 3، اذا كان الذكر ايزابيل والانثى بيض او مصبع. تعال نشوف في الحالة ديت الذكر مع الانثى البيض او المصبع الانتاج هيكون شكله ايه. في الجوازة ديت الانتاج هيكون عبارة عن ذكور واناث. الذكور هتكون رمادي اسبلت ايزابيل ومصبع، والاناث هتكون ايزابيل اسبلت مصبع. ده شكل الايزابيل عشان تقدر تتعرف عليه في الكوكتيل. تعال نشوف ناتج جوازة جديدة من جوازات الايزابيل. جوازة رقم 4، ناتج تزاوج كوكتيل ايزابيل، اذا كان الذكر ايزابيل والانثى وايت فيس. تعال نشوف في الحالة ديت الانتاج هيكون شكله ايه. والانتاج في الحالة ديت، ودي جوازة رقم 4، هيكون عبارة عن ذكور واناث. الذكور هتكون رمادي اسبلت للوايت فيس واسبلت للايزابيل، والاناث هتكون ايزابيل اسبلت للوايت فيس. وطبعا شرحنا معنى كلمة اسبلت، وقلنا ان الطائر بيكون حامل لصفة لا تظهر عليه ولكن تظهر على ابنائه فيما بعد اثناء جوازه. طيب ده شكل الوايت فيس في الكوكتيل عشان تقدر تتعرف عليه. تعال نشوف ناتج جوازة جديدة. جوازة رقم 5، اذا كان الذكر ايزابيل والانثى لوتينو. تعال نشوف في الحالة ديت اذا تزوج ذكر ايزابيل من انثى لوتينو الانتاج هيكون شكله ايه. والانتاج في الجوازة ديت هيكون عبارة عن ذكور واناث. الذكور هتكون رمادي اسبلت ايزابيل واسبلت لاتيني، والاناث هتكون ايزابيل. وفي الجوازة ديت من وجهة نظري الشخصية بتكون جوازة سيئة او غير نافعة، لانك انت بتجيب انثى
من الطفرات الغالية زي اللاتيني أو الألبينو، وبتجوزها لأنثى إيزابيلا أو أنثى رومودي، وبتتفاجئ إن الإنتاج كله لا يحمل أي إناث أو ذكور لاتيني، وبيكون الإنتاج كله أقل سعرا من الأنثى. فأفضل جوازة للاتيني يكون لاتيني زيها أو ألبينو. ده شكل اللاتيني عشان تقدر تتعرف عليه في الكوكتيل. تعال نشوف ناتج تزاوج جديد، ودي اخر جوازة معنا في الفيديو دوت. ناتج تزاوج كوكتيل ايزابيل، اذا كان الذكر ايزابيل والانثى سينامون او فون. تعال نشوف في الحالة ديت ناتج التزاوج هيكون شكله ايه. الانتاج هيكون عبارة عن ذكور واناث. الذكور هتكون رمادي ازبلت سينامون وازبلت ايزابيل، والاناث هتكون ايزابيل. ده شكل السينامون في الكوكتيل او الفون. في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت لك المعلومة بصورة مفيدة. يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناة علشان نكبر وهنكبر بيكو بإذن الله، علما ان الفيديو ده هيكون موجود ضمن قائمة التشغيل كاملة عن الكوكتيل.